ماشي خليها. بس انت بتسجل صح؟ نعم سجل. احنا هنبدا في موضوع اسمه فانكشنز. موضوع اساسي قوي. يعني مثلا ممكن في الموضوعات اللي اخذناها في الكوليكشنز ممكن تشتغل بالديكشنري، ممكن لا تشتغل بالليست، لا تشتغل مش عارف ايه، ممكن لا. لكن في الفانكشنز ما ينفعش، يعني مفيش حاجه اسمها سيستم تبقى عامله ما فيهوش فانكشن، يعني بيبقى اكيد انت عندك حاجه مش مظبوطه. مني زي الفاريبل كده، زي الاف كده، زي اللوب كده، ما ينفعش ما تخبطش فيه، لازم تكون موجوده. يعني لازم تكون موجوده حاجه اساسيه في اي برنامج، تكون موجوده على طول. تمام. ايه هي الفانكشنز؟ ساعات بيسموها ميثودز، يعني انا ما عنديش مشكله في المسميات، لكن في ناس تقول لك لا جوه البايثون اسمها فانكشنز، جوه الجافا سكريبت اسمها فانكشنز، جوه السي اسمها ميثود، جوه الاي، ولا كلهم واحد. هم اطلقوا عليها الاسم ده، مش فارق معانا، الكونسبت واحد، يبقى خلاص طالما الكونسبت ايه؟ طالما الكونسبت واحد. فالفانكشن الكونسبت يعني الفكره واحده في الاخر، سموها زي ما انتم تسموها. الفانكشن از ديفايند از ا كوليكشن اوف كود. هنا بقى الموضوع مختلف. عايز اجمع مجموعه اكواد، اجمع مجموعه ايه؟ مجموعه اوامر، مجموعه اوامر مع بعض. يعني مثلا الامر بتاع اللوب مثلا بيطبع ديكشنري، او الامر بتاع اللوب بيطبع ليست، او الامر فاهمني؟ فشويه مثلا ثلاث اربع خمس اسطر بجمعهم جوه ايه؟ جوه فانكشن. وبتستخدم از يوزد تو بيرفورم ا سبيسيفيك تاسك. يعني نستخدمها عشان تقوم بوظيفه، مش مين الصح ان احنا نعمل فانكشن بتقوم بوظيفتين ثلاثه. ماشي. تمام. عايش الصوت. ثواني سامعني كده؟ نعم عشان نوضح. تمام. من المفضل، قلت من المفضل الفانكشن واحده بتقوم بوظيفه واحده، ما تخليش الفانكشن بتاعتك بتقوم بوظائف. هو هتمشي وهتنفع، بس هيعمل لك تعقيد في الكود بتاعه، فخلي دايما فكرتك بتقدم فكره واحده. تمام؟ ان شاء الله تعمل فانكشن واثنين وثلاثه واربعه وعشره، ما عندكش مشكله، بس فكر كده. طب الفانكشن اصلا بتستخدم في حاجه اسمها الريوزنج. الريوزنج، افهموا المبدا ده، المبدا مهم جدا، وهو من اول دلوقتي هيبقى مبدا اساسي قوي، هيخلينا نغير حاجات كتير جدا كنا بنعملها. نغير فكرنا اصلا في البرمجه. من اول هنا في تفكير تاني في البرمجه. Reusing of one code again and again and again and again. كل شويه في شويه كود، خمس ست سطور كتبتهم، وكل شويه ايه؟ اشغلهم استخدمهم. مش عايز بقى اكتبهم اكتبهم تاني، لا هم كتبوا مره واحده، وكل مره ايه؟ انادي بس عليهم، كل مره انادي ايه؟ انادي بس عليهم. المبدا ده البرنسبل ده نسميه درايف. ودراي اختصارا عندنا في البرمجه معناها ايه؟ دونت ريبيت يور سيلف. دونت ريبيت يور سيلف يعني ايه؟ السلام عليكم يا دكتور. كده اللي هو زي الكلاس كده يا دكتور؟ لا ده حاجه اقل من الكلاس، تمام؟ اقل بكتير من الكلاس. ببدا بس ان انا بعمل عمليه معينه، تمام؟ الكلاس بيشيل بقى مجموعه من الفانكشنز جوه. الكلاس هنتكلم عليه كمان ان شاء الله لما اخلص بس الفانكشن، اخش على طول معاكم على الاوبجكت اورينتد. اول حاجه نقابلها الكلاس والاوبجكت والكلام ده، تمام؟ هيبقى مجموعه بقى من نعم. امتى هناخد الاوبجكت اورينتد بقى؟ بعد الفانكشنز على طول. في ناس بتصنف اوبجكت اورينتد، بتصنف الفانكشنز من ضمن الاوبجكت اورينتد، تمام؟ في ناس بتطلعها من بره الاوبجكت اورينتد. فكتصنيف طبعا نظري، يعني انا مش قضيه يعني، تمام؟ انا بحب اطلعها بره عشان في مفاهيم اتحدثت دلوقتي. انا كنت بحطها الاول جوه الاوبجكت، بعد كده في مفاهيم دلوقتي اتحدثت في البرمجه، ما بقاش بقى الاوبجكت اورينتد ما بقاش هو الحاجه الوحيده. في عندنا الفانكشنال بروجرامنج دلوقتي اخذ قوه اكبر من الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، تمام؟ ومعتمد على الفانكشنز بس، مش معتمد على الكلاسز والاوبجكت اورينتد اللي هو الاوبجكت اورينتد يعني. ف وبناء عليه بقى الفانكشن بقت محور اهميه ثانيه مختلفه، حبيت احطها لوحدها عشان، لكن هي ما انتوا مش هتحسوا ان كلهم حاجه بعض، يعني كلهم بيخشوا في بعض، مش مشكله يعني. زي الفاريبل ما هحطه جوه الفانكشن، واحطه جوه الفايل، واحطه جوه الكلاس عادي يعني، فاهميني؟
هو مبدا منفصل وبيشتغل لوحده، فخلاص خلينا ناخده ايه لوحده. بعد كده بقى نشوفه ان شاء الله مع الاوبجكت اورينتد. هو يعتبر من ضمن الاوبجكت اورينتد، يعني برضو اقبل المفهوم ده، فاهمني؟ طيب السؤال هو جاوبت على السؤال ولا ما جاوبتش؟ عشان انا ايوه دكتور تمام، انا بسال بس هو كلاس ولا ايه؟ زي الكلاس بس ايه؟ زي الكلاس يعني ولا ايه؟ حضرتك جاوبتني يعني. هو اوضح لك كمان دلوقتي بامثله ان شاء الله. دونت ريبيت يور سيلف، هتلاقيها ده مبدا لا يمشي معناه من دلوقتي ولا يمشي معناه كل في كل اوبجكت اللي بعد كده. الفانكشنز تايبس، فانكشنز تايبس انواع الفانكشنز، عندنا البيلت ان فانكشن، عندنا اليوزر ديفاين فانكشن، وعندنا اللامدا فانكشنز. في ناس بتضيف عليهم الريكيرجن فانكشن او الريكيرزيف فانكشن. انا ما بحبش اضيفها لان هي ما تعتبرش نوع، هي ده تحت اليوزر ديفاين فانكشن يعني. واللامدا فانكشن حديثه شويه، فاغلب الناس هتلاقيها برضه موقعاها شويه، يعني في ناس ما بتذكرهاش عشان هي حاجات جديده يعني. طيب الاصل البيلت ان فانكشن واليوزر ديفاين فانكشن. يعني لو حد لقيته بيتكلم انه ان بيلت ان فانكشن واليوزر ديفاين فانكشن، الراجل ده تمام مفيش مشكله يعني، تمام ده الاصل. ايه البيلت ان فانكشن؟ احنا عملنا مع البيلت ان فانكشن، عملنا مع برنت، دي بيلت ان فانكشن. بيلت ان يعني ايه؟ مبنيه جوه اللغه من اصل الادوات بالظبط. طب السم الرينج اخذناه، المينيموم والماكس اخذناه، الليست اخذناها، الانبوت فانكشن. فاصل الفانكشنز انت بتكتب اسمها والقوسين المدورين دول، طبل قوسين مدورين السم. هي لو تفتكروا الطبل والليست قلنا عليهم ايه؟ لو تفتكروا قلنا عليهم حاجه اسمها كونستراكتور، صح؟ لو تفتكروا. نعم. والكونستراكتور نوع من انواع الفانكشنز. مش تايب نوع. لا هو تصنيف من تصنيفات الفانكشن. تمام؟ طيب بس هو تحت البيلت ان يعني نقدر هو تحت البيلت ان. على المهم دي كده شكل فانكشنز واضح قوي ان هو اسم وقوسين مدورين. حاجه ثانيه اوضح، لو جينا بس فكرنا مع بعض كده، البرنت لما بنعمل برنت صح بنكتب هنا اي تكست احنا عايزينه، صح؟ يعني في كلمه هنا مرسله ولا غلطان؟ طيب نعم في باراميتر الرينج كنا بنعملش كده، هتكتب هنا رقم مثلا، بنكتب هنا ايه؟ رقم. ده بياخد قيمة واحدة على بعضها، وفي اللي بياخد ايه؟ قيمتين. وفي اللي بياخد ثلاثة أو أربعة أو خمسة. يعني برضه ممكن الأقواس دي ما تكونش مقفولة، يعني مش لازم كل الأقواس تبقى عاملة كده. لازم ممكن يكون في عادي مش مشكلة يعني. ياخد قيمة. ممكن أقوم جاي معرف إكس بتساوي مثلا ليست ولا ايه؟ عادي يعني ممكن كده تبقى من غير اي حاجه بين الاقواس، في هنا واحده شايله ايه؟ 1 فاليو، واحده شايله 2 ايه؟ 2 فاليو، اربعه ممكن اي حاجه مش مشكله، بين الاقواس دي بنبعت قيم كتير هنتكلم عنها. دي البيلت ان، دي الايه؟ البيلت ان. في حاجه اسمها اليوزر ديفايند فانكشن، حاجه اسمها اليوزر ديفاين فانكشن. ايه اليوزر ديفاين فانكشن؟ احنا اللي هنالف الفانكشن. انا اللي عايز اعمل البرنت بتاعتي. انا عايز اعمل حاجه اسمها سم بتاعتي. انا عايز اعمل حاجه اسمها اي حاجه بتاعتي، لوحدها مش اسم غير دول. انا اللي هديفاين يعني اللي هحدد الفانكشن بتاعتي بتعمل ايه. شكلها بيبقى كلمه ديف، بعد كده الفانكشن نيم، بعد كده ببعت حاجه اسمها الارجمنتس. اكملت عليك ان شاء الله. ده شكلها. النوع الثالث وده نوع ظهر حديثا اسمه اللامدا كلاس. اللامدا ده لاحظوا ان هو مباشره بكتب لامدا الارجمنتس وكولون والاكسبريشن يعني على طول، شكله هنتعرف عليه كله. ماشي؟ المهم ان دول الانواع الرئيسيه، فاحنا مش بنتكلم دلوقتي على البيلت ان.
يعني لان البلت ان احنا اصلا اخذناها اساسا بناخد اثناء احنا شغالين بناخد فانكشنز بلت ان حتى الان كل الفانكشنز اتعاملنا معاها لغايه دلوقتي هي عباره عن فانكشنز بلت ان. فاحنا موضوعنا النهارده مع مين؟ مع اليوزر ديفايند. اليوزر ديفايند فانكشن ازاي نعرف الفانكشن اللي احنا عايزينها. طب عفوا دكتور انت تفضلت حكيت عن موضوع الفانكشن بروجرام هذا بيكون من ضمنهم يعني؟ او التكنولوجي الفانكشن بروجرامر او بروجرام الفانكشن بروجرامر فانكشنال بروجرام فانكشنال اسمها فانكشنال مسمى مختلف يعني ولا من ضمن ال اللامدا اكسبريشن من اول الفانكشنال بروجرام يعني لما يكون جديد اللامدا اكسبريشن دي هو معتمد على اللامدا اكسبريشن بشكل خاص فانكشنال بروجرامينج نعم دي مبادئ بقى وشغل تاني بس موجود برضه يعني موجود وبدا ياخد قوه في بعض الاتجاهات البرمجيه يعني في اتجاهات معينه لا الفانكشنال بروجرامينج واخد قوه فيها وفي البرامج العاديه والكلام ده كله اغلبنا بنحب الاوبجكت اورينتد بروجرامينج اللي هي لو برامج مع داتابيز عاديه ومش عارف ايه الكلام ده هيبقى الاوبجكت اورينتد بالنسبه لنا احسن بكتير مش كله كده مش كل الاتجاهات كده تمام؟ نعم طيب السنتكس بكتب ازاي؟ قال لك بتكتب كلمه ديف يعني اكيد بتعمل ديفينيشن يعني ديفينيشن يعني تعريف او ديفاين بعرف يعني تمام طريقه التعريف تاخد سبيس وبعد كده بتكتب الفانكشن نيم يعني اسم الفانكشن اللي انت عايزها يعني تشيل كلمه فانكشن نيم وتكتب اسم الفانكشن اللي انت ايه عايزها وبعد ما بين قوسين بتكتب حاجه اسمها البارامترز او البارامترز زي ما تحبوا تنطقوا وزي اللي احنا سميناها من شويه ارجيومنتس تمام ممكن تقول بقى بارامترز ارجيومنتس ممكن تسميها انبوتس مش عيب مش مشكله خالص تمام ومعناها ان القيم اللي هترسل او المدخله للفانكشن هنتعلمها فيما بعد بالتفصيل تمام وبحط كولون وبحط كولون بعد كده بعمل اندنتيشن بكتب حاجه اسمها الدوك ستريم اتكلمتوا عليها الدوك ستريم زي كومنت يعني كومنت اخذنا كومنت اللي هي علامه الهاش صح؟ اخذنا كومنت اللي هي علامه الهاش لو تيجي تعمل او اي سطر تعمل له هاش كده هاش اللي هي شباك معايا ولا مش معايا؟ دي معناه ان السطر تعليق ولا يعني بس مجرد تعليق بتكتبه لنفسك تمام زي الكومن كومن تمام؟ لا يعني شيء الدوك سترينج حاجه زيها كده يعني السطر ده بتعمل 3 سنجل كود وبتقفل ب 3 سنجل كود ماشي 3 سنجل كود و3 سنجل كود تكتب في النص المفترض ده برده كومنت عادي جدا بس بيتعمل للفانكشن بحيث انك تشرح انت عامل الفانكشن دي عشان تعمل ايه بحيث لو انا بعدين بستخدم الباكج بتاعتك اللي انت عملته وحبيت اعرف الفانكشن دي بتعمل ايه اقدر اطبع الدوك سترينج زي ما هتشوفوا ان شاء الله ماشي وبعد كده نكتب الفانكشن بودي بتاعتنا او الستيتمنتس او الاوامر زي ما احنا عايزين يعني قبل ما اخش في تفاصيل ثانيه تعالى بس ناخد كده ايه يعني اكزامبل على السريع عشان بس من ايه ما نطولش قوي في الحديث عن النظري عن الفكره بس هو مهم عشان تعرف بس الانترو بتاعتنا او الفكره بتاعتنا احنا عايزين نقول ايه يعني فلو انا جيت كنت قايل لا احنا خلاص المره دي هنتكلم على الفانكشنز شلنا الكلام ده كله كنت قايل ايه ديف وسبيس خلاص ديف وسبيس وقمت عامل ايه؟ كنت عامل فانكشن هديها مثلا اسم وليكن الفانكشن دي مثلا بتقول لي مثلا ايه اي حاجه خلينا نقول مثلا نسميها برنت ام مثلا برنت ام ماشي اطبع لي سميتها كده اطبع لي طبعا ده اسلوب ممكن اعمل برنت ام يعني ما فيهاش اشكال كتير اسم اللي انت عايزه وخلاص وخلاص مش هخش اكتر من كده بحط الكود فبص انت بيعمل لي الانديتيشن بتاعتي عشان يحدد لي ان كل الحاجات اللي من ضمن الفانكشن كل الحاجات اللي من ضمن الايه الفانكشن فانا هتخيل انا عندي ام والام ده ليه ام اي تي
واحد اثنين ثلاثة ولي ينيم يعني هستغل الريسك يعني. يا دكتور بعد اذن حضرتك. نعم. هو كده يبقى كونستراكتور بقى مش كده؟ لا لا انا هنا بعرف ازاي كونستراكتور بالظبط. البرنت اندر سكور ام القوسين فاضيين صح؟ وهنحط بعد كده بقى ال مع هنا من كلمه كونستراكتور لان انا هشرح لكم يعني كونستراكتور لما اخش في كلاس يعني ماشي. لان هي نوع من انواع الفانكشن. انا بربط الدنيا بس ببعضها عشان افصل يعني. هي فانكشن هي في الاول وفي الاخر استاذه رانيا فانكشن تمامي؟ الاول وفي الاخر هي فانكشن عادي جدا يعني حتى اللي انت بتتكلم عن الاسم كونستراكتور هي فانكشن برضه مش هي مشكله. وي هعمل فور كيو في ان الام واعمل برنت المثال اللي احنا اخذناه من شويه العادي ده اللي هو خليه يطبع لي بي فور ويطبع لي بي المثال العادي اللي احنا بنطبع بيه بنطبع بيه ديكشنري صح؟ عملته وطبعته بس وخلاص وخلصنا يعني ولا اكتر ولا اقل. دي الايه؟ الفانكشن بتاعته. طالما انا بدات اكتب من اول هنا صح؟ وتعمل كده كده زي ما انا وده البرنتاج بقى خارج الفانكشن صح ولا ايه؟ معايا ولا لا؟ تمام 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 دي خارج الفانكشن. لو دوست اف 5 عادي ايه اللي حصل؟ ايه اللي الملحوظه اللي لازم ناخد بالنا منها؟ انك ما عملت كل الفانكشن بالظبط. الفانكشن ما اشتغلتش ما رنتش ما عملتش اي حاجه. للطبع ده سطر البرنت العادي اللي بره الفانكشن صح؟ معايا يا شباب؟ نعم دكتور. سطر البرنت العادي اللي بره الفانكشن. اما الفانكشن دي اللي احنا عملناها ديفينيشن دي ولا حياه لمن تنادي. ما لهاش وجود. لازم نستدعيها الاول. لازم نستدعي فانكشن بيتم بايه؟ نداء عليها بتعرفها مره واحده وتنادى عليها زي ما انت عايز. يعني لازم لو جاي قايل ايه؟ برنت سكور ام وخلاص. لو جيت دلوقتي عملت اف 5 اللي حصل في غلطه عندنا في الفور كي في نسينا دوت ايتمز سوري صح بخمسه اهو. هنا اول ما جيت عليها وطبع لي رقم الموظف وطبع لي اسم الايه؟ اسم الموظف. طيب لو جيت عليها تاني كتبت كلمه بان ام تاني هتشتغل مره تاني. طب لو جيت تالت هتشتغل تلات مرات تلات خمسة تلات عشرة بس كل مرة بكتب ايه؟ اسم الفانكشن بس. اسم الفانكشن ايه؟ معايا؟ دي معنى الريوز. ده هو معنى الريوز ان انا بعملها مرة وكل ما احتاجها انادي عليها باسمها بقى خلاص مش هقعد اكتبها بقى كل مرة او كل نفس الكلام تاني. يعني كل مرة اكتب نفس الكلام ايه؟ نفس الكلام تاني. تمام تمام ريوز اند اجين برنت اجين اند اجين. حاجة تانية عايز اوضحها اعمل التلاتة سيمي كولون كده خلاص وكاتب مثلا وطبعا يعني اعمل كده تلاتة تاني الاخر مثلا هقول له this function مثلا choose to print empty dictionary ماشي او static data of the dictionary. يعني الفانكشن دي بتستخدم لطباعه الايه؟ لطباعه بيانات ثابته عن موظف متخزنه في ديكشنري صح كده؟ لو جينا رنينا كده كنت في خمسه مش هتحس باي حاجه مش هتحس باي ايه؟
اي شيء، لان احنا هنا استخدمنا بس ده تفصيل لينا احنا، بنسميه احنا الدوك سترينج. في الفانكشن في حاجه اسمها دوك سترينج، بنعمل بريف انفورميشن يعني معلومات مختصره اباوت ايه وات ذا فانكشن داز، بتعمل ايه الفانكشن دي. خلاص بنحط تريبل كوتس يعني ثلاثه سنجل كوت، وبنكتب الكلام بقى تحت، وبتبقى دايما تحت الهيدر على طول بتاع الفانكشن يعني بعد التعريف على طول. ايه الميزه بقى لو انا عايز انادي عليها؟ قال لك لو انت عايز تنادي وتشوف التفاصيل دي ممكن تنادي على الاتريبيوت اللي اسمه اندرسكور اندرسكور دوك اندرسكور اندرسكور، يعني الفانكشن نيم واندرسكور اندرسكور دوك اندرسكور اندرسكور. هتشوف يعني لو جيت عملت كده ترو برنت برنت اندرسكور ام، بس من يعني بالنص زي ما هو عمل كده من غير ما اعمل دبل كوتيشن، قال نقطه اندرسكور اصلا قلت دوت المفروض يساعدني اهو بالظبط. هتلاقي الحاجات دي كلها حاجات ثابته اللي مع اي شيء اللي من ضمنها سايز اوف اخذناه قبل كده، فاكرين؟ اخذنا سايز اوف قبل كده. طيب المره دي هناخد ايه؟ هنطبع التوصيف بتاعنا اللي هي الدوك، ماشي؟ ادي الدوك اهي وقفلت كنترول اس 5. بعد ما طبع لي اما طلع الدوك قال لي ايه this function ايه used to print static data of employee dictionary، صح؟ بعد كده اديت بريف عن الايه الفانكشن دي بتعمل ايه. الله واحد يقول لي طب ما انا عايز حاجه بعد اذنك. قلت له ماشي. قال لي انا قلت برنت برنت دوت اندرسكور اندرسكور دوك. حد متخيل الفكره اللي بعملها دي عباره عن ايه؟ هيطبع لي الفانكشن اللي اسمها برنت. فانكشن اسمها برنت ليه دي اصلا؟ اللي احنا بنستخدمها على طول في الطباعه دي. فاهمني؟ واضح. قول وريني كده في حد كاتب لها ديسكريبشن؟ حد كاتب لها تفصيل ولا لا؟ بص انت خمسه كتب لي بقى. بص يا باشا كاتبين ايه؟ هم بقى الناس المغزى الناس البار يدين وقتهم للحاجه. قال لك برنت دي حاطط لها الفاليو وبعد كده كاتب لها اند والسيف ومش عارف والستود اوت والستاندر اوت والفلاش وحاجات كل الحاجات دي التفاصيل. ده اللي برنت برنت ذا فاليوز ستريم اور مش عارف سيستم مش عارف ايه فانكشنال وورد الفايل لايك مش عارف ايه والاس اي بي اللي هي السترنج اللي سيت بتكون فاليو مش عارف ايه والاند دي اللي هي بتاعت مش عارف ايه والفلاش دي اللي هي بتاعت شرح لي كل حاجه كمان يعني كاتب توصيف. يعني لو انا اي فانكشن هربت في مخي مش فاكرها مش عارف بتعمل ايه او عايز شرح ليها انا ممكن اعمل ايه؟ اطبع الدوك وبالتالي هيطلع لي كل الديسكريبشن بتاعتي الفانكشن لو كان حد مسجل لها. طب لو ما كنتش مسجل لها يعني لو كنت عامل كده اللي هيطلع نال، خدنا بالنا هيطلع نال. طب دكتور انا مرات يعني لو انت مثلا هاي الكومنت يعني ممكن تحطه باي مكان في الكود مزبوط؟ لا لا يعني ايه اللي بالفانكشن يعني مثلا انا بحسها ان انا حطيتها مثلا انت مثلا شفت البين مثلا لا 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 مثلا حط الكود اي كود واعمل له بين كوتيشن هذا بين ترابل كوتيشن بيعمل كومنت. ايوه ماشي يعني ممكن نستخدمها للكومنت مش بس الدوكيمنت صح؟ ايوه ماشي مفيش مشكله بس هي مش ليه مشكلة. اسمها دي دوك سترينج تمام؟ ودي معناها ان هي تتعمل عشان حد يقرا التعليق يعني بالسيستم تقدر تقرا انت كتبت ايه؟ اما الكومنتس الثانيه دي محدش يقراها الا اللي معاه السورس كود بس تعمل تعليق للسورس كود لكن دي مش تعليق للسورس كود ده تعليق من اي حد يوصل لانه بعض الاحيان ممكن بيعمل بدل يعني قصدي انه الهاش بتعمل لي لاين كومنت يعني ممكن تعمل لي مالتي لاين من خلالها من خلال قصدك انا فاهم تقصد ايه انت قصدك تقول كده ان انا اقدر اعمل كده نعم تمام اللي هي دي كم. فانت كده عملت ايه ريحت نفسك ووقفت مجموعه اكواد مره واحده نعم مجموعه اسطر مره واحده صحيح لكن دي معناها دوك في البايثون بيسموها دوك سترينج
وبتشتغل على اساس انك تقدر توصل لها فيما بعد. اي حد يقدر يوصل لها، فهمت؟ يعني هي كده لما بيشتغل عليها بتطبع عادي جدا، او بتطبع زي ما انت كاتبها. نعم زي ما انت كاتبها هتطبع، يعني على سطرين على ثلاثه بتطبع عادي. ماشي، واضح. طيب بكده اكون اخذنا انترو عن الفانكشن. هنفضل كده سلايد بس مش عارف هل هنقولها ولا لا، اللي هي شويه نقط مهمه للفانكشن عشان نعرف الفانكشن بنستخدم كلمه ديف طبعا.